حاطينها لهم بس هنا بس احنا حاطينها لهم عندنا دي نوادي المراه اصلا دي بتاعتنا احنا بس احنا حاطين لهم انسولين انسولين الانسولين المفروض بتاع السكر في الصيدليه ما عندهمش ثلاجه في الصيدليه فاحنا حاطينها مش شايف في الصيدليه لا نخش طب ما فيش طب طالما دي شغال تحت ده مكتوب تحت السرير لو معلش لو روح كبير عليك خد بعض مين اللي يعرف مين مسؤول مين بتاع الصيدليه يقول لك مش موجودين تحت ايدي دكتور محمود هو المسؤول عن انا لسه هجيب برطمان صغير يعني ما كانش حاطه في كيسه لا دولت انه جايين بس من مديرين انا ما كانش عندي يا حبيبتي ما انتي تحطيها في كيسه تحطيها في برطمان ما هو عشان بس انما ده بس كده لا لا ما انا مش منظر خالص يعني انت ظبطت نفسك عشان قالوا جاي 400 يعني 20 جرام عدس